أبدأ في البداية بننعي والنادي الأهلي كله بينعي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم. ونعى النادي الأهلي الفقيد في بيان رسمي قال فيه: مجلس إدارة النادي الأهلي ينعي ببالغ الحزن والأسى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم بعد تاريخ حافل من العطاء لبلاده والأمة العربية والإسلامية. ويتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا، داعين المولى عز وجل أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. طبعا بقاء الدوام لله في وفاة الشيخ نواف حقيقه امير دوله الكويت الشقيقه النهارده. كابتن هاني، مساء الخير عليك يا اسلام، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي. طبعا خالص تعازي لدوله الكويت الشقيقه حكومه وشعبا على وفاه طبعا امير الكويت، ربنا يعني يلهم اسرته الصبر والسلوان. الحقيقه زي ما انت قلت يا اسلام، كلنا فخورين